كان احنا نرجع كان فيديو جديد. انا في اليوم روتين بعد المدرسة كان كتير طلبتوا مني انا راح اسويه، بس حطوا لي لايكات كثير لان كتير راح اتعب بهالفيديو. انا بس بدي انا هلا راح اتغدى، بس ما راح اقدر صبر، كان بدي اكل هيك على كيفي على مزاجي. وهلا بعد ما تغديت وشبعت هلا بدي اشرب عصير، هلا عصير وحر وشوب، فبدي هيك ابورد. لا صبر ثانية. سكرات بدي العب، بس شو راح العب؟ كمبيوتر العائلي فيه كتير العاب، فانا اخترت شو اسم اللعبة نسيتها، بس المهم عرفتوها. هلا راح العب. طبعا يا شوفوا شفتم بدي وريا الخدعة، بس راح اتعلم اوكي. كان بدي استعجل بس هي مدري، كنت رح اتركها تخيلها. طيب هلا منروح وين؟ منروح نكمل بسرعة لأن نسرع. اوكي نروح وصل لين. شوفوا هاي بطاقتكم، نروح. انا عندي 3 ارواح، عندي 2 لاني خسرت، هلا صار معي 3. وبس هيك انا بدي اوريكم هاي زي انه موت عند الهاد، ما ادري شو اسمه. شوفه اوكي خليه تك تك تك. شوفه طح. لا كان المفروض تروح الجهه الثانيه، بس اوكي. وبس وهلا بدي اصلي، طبعا صلاه المغرب هلا اذن بدي اصلي. طبعا لازم تصلوا صلواتكم بوقتها ولا تقطعوها ابدا، لانه هي مفتاح الجنة لإلكم. وهلا يا سكرات بدي اتحمم او اتروش. طبعا لازم تتروشوا كل يوم بهالاجواء الشوب وكل اشي النظافة من الايمان. وحطوا لي لايك كتير لانه صراحة انا كتير تعبت لحساني وعم صور لكم. هلا بدي لس عندي واجبات اصلا عادي، يعني الحياة حلوة صح؟ لازم نستحمل الصعوبات. بقالي 3 ترم وبقالي 6 سنين 7 صح؟ يعني انا مطولة لسه، يعني ما باقي لي 2 سنين اشي هيك. طيب يلا عادي هانت. هلا يا سكرات بعد ما خلص التحمم هلا بدي امشط شعري. هلا اذن العشاء وبدي اصلي. طبعا لازم انا مبدله ولسه عندي واجبات، بدي ارسم هيك حبالي ارسم. وهلا يا سكرات بدي ادرس احلى واجباتي، عندي واجب دراسات اسلاميه واجتماعيه. هذا اجتماعية دراسات اسلامية، هي نطلع المقلمية عشان نكتب. نشاط لازم حلو معاكم نضيع الصحبة صحبة. يلا اذكر ما اعرف من فضائل تعليم العلم بأدلها. يلا مثل شو بدي اشوف. طلعت غبية ما شاء الله عليها، فهموني ساعدوني بالتعليقات.
أذكر ما أعرف صح، ما أخذته معي أنا عم أقول. هلأ خلصت مذاكرة وهلأ شوف شو بدي أسوي، بدي أتعشى. أنت تعالي شوف شو راح أسوي. أنا بدي أكل وأخلص كل إشي. أنا صراحة كتير نعسانة. هذا هو عشاي لليوم. إذا بدكم الطريقة اكتبوا لي بالتعليقات. فأنا هلا راح آكل عشان الصراحة أنا نعسانة من قدراني، يعني هيك أفتح حتى عيوني فتحتها، يعني النعس مو طبيعي. حطوا لنا لايكات كتير واشتراكات كتير، صراحة تعبت كتير. وأخيرا صار وقت النوم. الصراحة أنا نعسان كتير وتعبت كتير. حطوا لي لايكات كتير وبس. إيه كان فيديو اليوم، لا تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب جرس التنبيه عشان كل شيء جديد. وبس سلام.